السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا اليوم حال مناقشة صفحة 8 إسلامية 05 متوسط. أول شيء لا تنسون إنشاء القناة وتفعلون الجرس حتى يجيكم دروس مجانية إن شاء الله، دروس لحقة إن شاء الله، أوكي؟ وأي استفسار عندكم أعزائي الطلبة دايما بالتعليقات علقون حتى أقدر أجاوبكم إن شاء الله. السؤال الأول من المناقشة يقول تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك، بما سميت هذا السورة؟ لماذا؟ ليش سميت هذا السورة؟ لماذا؟ ليش سميت؟ الجواب هو سميت هذا السورة بسورة الملك لأنها تعرفنا أن السماء والشمس، تعرفنا أن السماء والشمس والقمر والإنسان والحيوان وما يحدث في العالم من مطر وعاصف وغيرها كله ملك يسيره وقضته ورحمته وأنه على كل شيء قدير. أوكي، هذا جواب السؤال الأول. عيد، سميت هذا السورة بسورة الملك لأننا تعرفنا أن السماء والشمس والقمر والإنسان والحيوان وما يحدث في عالم من مطر وعاصف وغير ذلك كله ملك يسيره بقدرته وعلى ورحمته وأنه كل شيء قدير. السؤال الثاني يقول لماذا خلق الله الموت والحياة؟ ليش الله سبحانه وتعالى خلق الحياة الموت والحياة؟ الجواب أن الله تعالى خلق الموت والحياة ليخبر الناس ويرى أيهم ليختبر الناس ويرى أيهم يطيعه فهو صاحب العمل الحسن، اللي يطيعه صاحب العمل الحسن، فهو سيء العمل، أوكي؟ وأيهم يعصيه فهو سيء العمل، فيجزي كل إنسان عمله، كل إنسان يشغله الله يجزي إن شاء الله، وأن الله قوي قادر يعفو عن المذنبين إذا تركوا المعاصي وطاعوا. أوكي، هذا جواب سؤال ثاني ما المناقشة. سؤال الثالث، حين ترفع عينيك إلى السماء ماذا تجد؟ يعني ترفع رأسك على السماء شنو تشوف؟ الجواب يقول أن الإنسان مهما فكر خلق السماوات لا يستطيع أن يرى خلف السماوات ولا يستطيع أن يرى نهايته، يعني عظمة السماء والكون، يعني الله، يعني الإنسان ما يقدر يتخيله، ما يقدر يشوف وين بدايته وين نهايته، ما يقدر. أوكي، هذا جواب السؤال الثالث. سؤال الرابع، ما هي مصابيح السماء وما فائدتها؟ مصابيح السماء شو قصده؟ قصده النجوم، قصده وايد شغلات. هسه شوفوا، لقد ازداد السماء جمالا بالكواكب، لقد ازدادت السماء جمالا بالكواكب والنجوم التي تشبه المصابيح، بالكواكب والنجوم، يعني يضيء النجوم يضيء، التي تشبه المصابيح فيزداد السماء بضيائها ويستهدل بها. يعني الجواب نعم يصير هنا، الجواب عم يصير فيضيائها، فيزيد السماء بضيائها. نجي نكمل عزيزي الطالب. السؤال الخامس، هل ترى نقصا في السماء؟ يعني اكو نقص بالسماء؟ انت احنا نشوف سبحان الله، الله سبحانه وتعالى كل شيء خلق بهالحياة خلال 7 أيام، فقال هل ترى نقصا في السماء؟ على ماذا يدل؟ هل اكو نقص بالسماء؟ الجواب يقول ليس فيها نقص او قصور لانها كاملة في نظامها. الجواب ليس فيها نقص أو قصور لأنها كاملة في نظامها. نجي نكمل سؤال السادس، لماذا خلق الله جهنم؟ الله ليش خلق جهنم؟ سؤال كلش مهم. ليش الله سبحانه وتعالى خلق جهنم؟ لأن الله تعالى خلق جهنم الشديد
العذاب يلقي فيها الكافرون جماعة بعد جماعة. يعني شنو؟ طبعا الكافرين والمسلمين، المسلمين إن شاء الله يروحون بالجنة، والكافرون والمعاصين الله سبحانه وتعالى بأعمالهم السيئة يروحون للجهنم. فكل شوية فالله يسميهم مجموعة مجموعة، مسويهم مجموعة مجموعة، واحد مجموعة يروح بالجنة وبعدين مجموعة ثانية يروح الجنة. ليش؟ سؤال 7 يقول: ما مصير المؤمن؟ المصير مؤمن، المؤمن شو مصيره؟ مصيره هو ينال الجنة، مصيره هو ينال الجنة، الجنة والنعم الكبير، الجنة والنعم الكبير. الجواب: ما مصير المؤمن؟ جواب: الجنة والنعيم الكبير. ثامنا: هل يمكن للإنسان أن يخفي شيئا كان عن الله؟ يعني تقول مثلا سوي فشي بالبيت ما حد يشوفك، تقول الله يشوفني لو ما يشوفني؟ طبعا كلا، ما يقدر شيء تخفي عن الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء في هذا الكون، كل شيء هو بأمرته، ويشوفه يعني بين قوسين إذا تخفي شيء عن الله سبحانه وتعالى. الجواب هو كلا. أوكي، هذا أسئلة إن شاء الله أخذوا السكرين إلى حتى تستفادوا من هذا. اللي ما أفتهم خلينا نعيد من الأخ اللي ما أفتهم. هذا الإعادة اللي ما مثلهم زين إن شاء الله. تبارك الذي بيده الملك، وما سميت هذا السورة لماذا؟ يعني نعيد مراجعة سريعة. ليش سميت سورة الملك بهذا الاسم؟ سميت بهذا السورة بسورة الملك. ليش سميت هذا السورة بسورة الملك؟ لأن تعرفنا على السماء والشمس والقمر والإنسان والحيوان وما يحدث في عالم المطر والحواصف وغيرها، كله ملك يسيره بقدرته ورحمته، وأنه على كل شيء قدير. سؤال ثاني يقول: لماذا خلق الله الموت والحياة؟ لماذا خلق الله الموت والحياة؟ الجواب أن الله تعالى خلق الموت والحياة ليختبر الناس ويرى أيهم يطيعه وهو صاحب الحسن، وأيهم يحسيه فهو صاحب العمل السيء، فيجزي كل إنسان عمله. وأن الله قوي قادر يعفو عن المذنبين يتركوا المعاصي وطاعوا. حين ترفع عينيك إلى السماء ما تجد. الجواب أن كل إنسان مهما فكر خلف السماوات لا يستطيع أن يرى خلف السماوات ولا يستطيع أن يرى نهايته. يعني عظمة الله كلش قوية كلش كبيرة، فالسماء نقدر نشوف وين بداية وين نهاية. ما هي مصابيح السماء ومفادها؟ لقد زالت السماء جمالا بالكواكب والنجوم، أي تشبه المصابيح فيزيد السماء بضيئها. السؤال الخامس: هل ترى نقصا في السماء؟ على ماذا يدل نقص؟ ما يكون نقص، الحمد لله ليس فيها نقص أو قصور لأنها كاملة في نظامها. السادس يقول لك: هل خلق الله جهنم؟ أن الله تعالى جوامته أن الله تعالى خلق جهنم الشديد العذاب ليلقى فيها الكافرون جماعة بعد جماعة. 7 يقول: ما مصير المؤمن؟ جواب: الجنة والنعم الكبير. 5 الثامنة يقول: هل يمكن الإنسان أن يرى يخفي شيئا عن الله؟ تخفي شيئا عن الله؟ يقول: لا كلا. هل يمكن الإنسان أن يخفي شيئا عن الله؟ تقول: كلا. طبعا إن شاء الله فيديوهات جديدة على دروس، انتظروني إلى اللقاء.